نعمل معسكر، محتاجين نقفل. قلت لك اللعيبه تعمل معسكر، طلع والاداريين والمدربين وكل الدنيا. وجمهور. انت حسيتك قلقان. لا انا جاي النهارده عشان كده، يعني يلا انا السبب الوحيد ان انا طالع النهارده على الهواء ان انا حاسس ان انا عندي مسؤوليه. وعلى فكره والله العظيم انا مش منسق اللي انا هقوله ده مع حد، نعم، ولا ده ده تعليمات لسه في الفصل دلوقتي. لا يعني انا نعم جاي بالنيه دي، لكن نعم لا قلت لحد ان انا هعمل كده او هقول كده والكلام ده كله. احنا محتاجين كلنا نقفل على نفسنا 20 يوم. لح عندنا في ال 20 يوم دول بطولتين في منتهى الاهميه، اي السوبر المصري ان شاء الله يوم 20، عندنا ماتش صعب مع سيراميكا طبعا. الاول، وبعدين ربنا كرمنا النهائي سواء مع الزمالك او بيراميدز، وعندهم 29 ماتش بتاع العين. لازم نقفل على نفسنا ال 20 يوم دول لازم. وخلي بالك ان جمهور الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو جنة جمهوره، يعني حلو كلمه النادي حلو. الاهلي هو جنة جمهوره. نعم الجمهور عايز يشوف كل حاجه في النادي الاهلي مظبوطه، وده حقه. نعم والجمهور كله اعتى ناس بتنتقدك هم اهلاويه جدا زيهم زيك، نعم محدش عنده اي اجندات. انت النادي الاهلي فعلا ما فيش اي اجندات، اصل انت ما فيش حد مثلا النهارده تقول ده في اداره سابقه بتهاجم ولا بتعمل، مفيش لا حاجه. لا لا انت ما شاء الله نعم المهندس محمود طاهر خرج من النادي بعد الانتخابات اللي فاتت، الراجل ما هاجمش ولا عمل ولا اي حاجه، لا بالعكس لا لا كان في لا ظهر النادي، ولما اتسال ولما كنا بنتقطع من الدنيا كلها ما خدت شاركش في سمة اي في حاجه. النادي الأهلي، دي حاجة محترمة يعني. فالجمهور اللي بيهاجمك نعم النهارده هو اهلاوي زي زيك، اهلاوي زي زيك، وهو بيشوف النادي الاهلي ده حاجه بالنسبه له نعم كبيره جدا، ومش عايز يخسر، ومش عايز يبقى في مسؤول نعم عنده مشكله، ومش عايز يسمع تصريح غلط من لعيب، ومش عايز يشوف اللعيب سهران في حته، ومش عايز النادي الاهلي بالنسبه له زي ما بقول لك هو جنه مشجعين نعم حرفيا. هو عايز كل حاجه تبقى مظبوطه، مش عايز يخسر ماتش، مش عايز يخسر بطوله، وده حقه، محدش فينا يقدر يقول غير كده. فالحاله اللي حاصله دلوقتي انا مضايقاني، ومضايقاني من المسؤولين، يعني من الاول المسؤولين مسؤولين هم مين بس؟ كل ان اي حد النهارده بيتكلم من جوه النادي الاهلي. اه انا بطلب النهارده ان احنا عندنا 20 يوم مم. معسكر مغلق من يوم 9/10 لحد يوم 29/10 نعم كلنا من اول مسؤولين. انا يعني هتقولي طب انت ما انت بتتكلم، انا طالع عشان اقول ان احنا نعم عايزين نقفل كلنا، لان اي حد النهارده بيطلع على الهواء هيغلط في كلمه، هيقول حاجه هنا، او هيخلي بيطلع على فيه السوشيال ميديا. هيطلع فيه تساؤلات هنا، فيطلع بكره الصبح تسريبات مش عارف ايه وبتاع. كل من هو منتمي للنادي الاهلي من اول مسؤولين، صحفيين، صحفيين اهلاويه او منتمين للنادي الاهلي اداري، نقفل على نفسنا 20 يوم يا جماعه، 20 يوم نهدي الدنيا كلها. تاني انا بقول هو من الاول عشان الجمهور يقول لك ما حدش يلومنا احنا، ماشي، انا مش بقول الجمهور بس، بقول لك قبل الجمهور المسؤولين واللعيب طبعا، ده نمره واحد، هم دول نعم الادوات بتاعتنا. كابتن محمد رمضان ان شاء الله عندنا ثقه فيه مع الجهاز ومع المجموعه كلها، يقفلوا على نفسهم وباذن الله يعوضوا الاخفاق اللي حصل في الماتش بتاع السوبر. ايه اللي قلقك؟ لا لان الحاله اللي حاصله انك انت في تنافر، اللي النهارده حد بيطلع يقول انت بتتكلم على اعلام ولا بتتكلم على سوشيال ميديا ولا كله كله بتتكلم على كله مين؟ كله كله القضيه، ما هي مش سر يعني، القضيه بتاعت القصه بتاعت قندوسي وامير ما اتفجرت وعملت مشاكل وعملت مش عارف ايه، والاهلي حقق، خلاص نقفل الملف ده دلوقتي خلاص تمام. وامير ده غصب عنه طلع ولازم يدافع عن نفسه لان طبيعي. خلصنا خلاص نعم دلوقتي نوقف، ما فيش حاجه هتحصل في ال 20 يوم دول. احنا تاني كلمه الاهلي فوق الجميع دي يعني ايه؟ يعني تمام، احنا دلوقتي ما حدش فينا هيروح في حته يعني. وعلى فكره الجمهور على فكره مش بقول كده عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا، فمحدش يقول لنا حاجه، احنا مضغوطين بنكسب ومضغوطين بنخسر. نعم احنا ما احناش الجمهور، احنا رايحين نحتفل بماتش نعم سموحه، في ماتش سموحه بالدوري الصعب ده، الجمهور بيتكلم على الصفقات وبيتكلم ده صحيح. فاحنا كده كده مضغوطين. بس اللي انا حاسه دلوقتي لا، ان بقى في حاله احنا محتاجين نقفل على نفسنا، مش بس اللعيبه، كل انت من مش هو عايز حالة جدل يعني؟ مش عايز دلوقتي، انا عايز 20 يوم احنا يعني ورا، انت نفسك مش هتكتب على السوشيال ميديا مش خلاص؟ ال 20 يوم دول مش هكتب اي حاجه، انا ما بكتبش يعني، انا 20 يوم انت عملته بنوشات الاثنين اللي هحكي فات. لك عليه خلاص يا احكي سيدي، ولا يا عم انا غلطان، خلينا نقفل على نفسنا ال 20 يوم دول ايوه. لحد ما نعدي المطبين اللي عندنا، او الفرصتين اللي عندنا، بلاش مطبين، بطولتين مهمين، السوبر المصري وماتش العين في ببطوله ب 2 مليون دولار، حرام نعم انك انت النهارده بعيدا بطوله اول حتى مره، الملايين جماهير بطوله اول الاهلي. مره تتعمل نعم وتبع تنظيم الفيفا، وحاجه في منتهى الشياكه ومنتهى الجمال، نقفل على نفسنا، محدش فينا هيجري، محدش فينا رايح في حته، كلنا يعني اتمنى ان يبقى في مبادره بهاشتاج كده 20 يوم الاهلي فوق الجميع، زي الهاشتاج بتاع اكبر قلعه رياضيه اللي الزمالك حاطينه، احنا نحط هاشتاج عندنا، نقفل على نفسنا ال 20 يوم دول، نركز كلنا.